خلال مناقشة مع الحضور الكريم. إذن أعطي الكلمة لسي جواد شافير ليدعو بتلويه في هذا الموضوع. أستاذ سعيد، جميع الإخوان والأخوات، وشكر الموصول للإخوات الجمعية وأصدقائنا المعنيين الكريمة، وكذلك الشكر على الموضوع الذي يتم اختياره، لأن هذا الموضوع دائما رأيي يمكنش يتقدم أعتقد في نقطة معينة هو مش مطروح في الغيبة، هذا في العالم البشري يعني الإنسان ديمقراطي، وهو دائم 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 خصنا نحيينوه بشكل دائم، لأنه القضايا ديال التنمية والقضايا والاحتياجات ديال المواطنين والانتظارات هي متجددة بشكل دائم متجدد. انتظارات ديال الستينات أو السبعينات ماشي هي الانتظارات اليوم، والمشاكل ديال غدا وديال القرن ديال من هنا 10 سنين ل 20 سنة ستكون مشاكل أخرى ستعترض البشرية جمعاء، وكاين الآن مسلحين بالأدوات كيواجهوها، كيواجهوا الذكاء الاصطناعي، كيواجهوا التطور التكنولوجي، كيواجهوا، وهذه واحد القضايا اللي هي أحد التظاهرات الجيدة للعلماء، ولكن في نفس الوقت الذي لن يكون مسلحا لمواجهتها وللانخراط فيها ولتملك الأدوات ديال العلمية والمعرفية لمجابهتها وللإجابة عن الأسئلة التي تطرحها، فأكيد أنه سيكون على هامش التاريخ. فإذا هذا موضوع مهم وطرح فيه الفاعل السياسي، وأنا عندي ملاحظة أولا، هو عندما نتحدث عن الفاعل السياسي لا يجب على تقديري أن نحصره في الفاعل الحزبي. كل الفاعلين في العملية التنمية وفي العملية الديمقراطية وفي العملية السياسية هم متحدين، الدولة فاعل اساسي مركزي بالنسبه لنا، ذو مسؤوليه اكثر بكثير من الاحزاب ولا من المثقفين ولا من النقابات ولا من الجمعيات ولا من المجتمع المدني، لان احنا مجتمع كالمجتمع الغربي ما زال بحاجه الى ان تلعب الدوله دورا مركزيا في الضبط وفي التوجيه وفي الاختيارات وفي صناعه المشاريع وفي البحث عن تمويل هذه المشاريع، لانه هي التي تمتلك السلطه وهي التي تمتلك الإمكانيات وهي التي تمتلك الموارد وهي اللي عندها رؤية، اللي واجب تكون عندها رؤية. وفي مجتمع اللي نسبة الأمية كنعرفوها كيفاش هي، في نسبة الهشاشة كنعرفوها شنو هي، في نسبة الفقر كنعرفوها، نسبة التنخيط يعني الليتيزاسيون، التنخيط يعني الانخراط، عملية الانخراط في الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والجمعية ما زال هزيلة جدا، هزيلة شيء ضعيفة. أنا أقول هزيلة بالنسبة للانتساب في المغرب كله. أول أمس خرجت يعني الأسبوع الماضي المنتمون في النقابات في المغرب هم لا يتجاوزون 4%، فرنسا 12%، أمريكا 8%، يعني هذه ظاهرة كونية ديال العملية ديال التنخيب وديال الانخراط. علاش؟ سنتذكر حول بعض رؤوس الأقلام حول الأسباب. فإذا الفاعل السياسي هو متنوع، الدولة فاعل سياسي مركزي بالنسبة لمجتمع كالمجتمع المغربي، المجتمع فاعل مركزي. عاد كنجيو للباقي المكونات اللي هي الأحزاب، اللي هي المجتمع المدني، اللي هي الجمعيات، اللي هي واللي ضعيفة جدا، ضعيفة في المغرب الآن. لا يمكن أن نتحدث على شي حاجة، شي مؤسسة سياسية يمكن أن تغطي التراب المغربي من غير الدولة، لأنه الباقي المكونات كلها تمتلئ على قد الحال. أكبر الأحزاب في المغرب حنا 80% 200,000 200,000 منخرط، كل يعني المنتسبين والمضطرين والمنتمون، خلينا الناخبين، هذيك الهيئة الناخبة حاجة أخرى، يجب أن نميز بينها. ومازال ما عندناش حنا لو بارتي إلكتور في المغرب اللي فيه غير يعني واحد الهيئة الناخبة قارة ومضبوطة بحال اللي كاين عند بعض الأحزاب على أي حال في أوروبا وكذا. فإذا الفاعل السياسي هو متنوع وتختلف درجات مسؤولياته وتختلف كذلك درجات إمكانياته وما يمتلكه من سلطات ومسؤوليات وإمكانات، ولا يمكن أن نحمل وزر فعل مؤسسة معينة لباقي المؤسسات، سواء كان سلبا أو إيجابا، سواء كان سلبا أو إيجابا. وبالتالي والمجتمع المدني هو فاعل، كاين الدولة، كاين المجتمع، كاين المجتمع المدني، كاين الأحزاب، يعني كل التنظيمات ديال كاين مؤسسات أخرى
مركزية في النظام السياسي المغربي، لا يمكن أن نكون فيها. إذا المؤسسة الملكية كمركزية كمؤسسة مركزية في النظام السياسي المغربي ملقاة عليها بحكم التاريخ وبحكم الشرعية الدينية وبحكم الصلاحيات الدستورية، مطلوب منها أن يجب كانت وستظل ويجب أن تستمر في لعب دور مركزي. أنتم لاحظتوا سنة كلمات عن الحراك ديال 20 فبراير وما أعقبها. شكون هي المؤسسات اللي كانت سريعة التجاوب؟ الملك 9 مارس، يعني 20 يوم أقل من 3 أسابيع على خروج المغاربة واحد 50 ولا 60 مدينة للتظاهر، كان جواب الملك توليا بالمعنى الحقيقي والحرفي والعميق للكلمة. لأن الخطاب ديال أنا أعتقد بأنه الدستور لم يتضمن كل ما جاء في 9 مارس. خطاب 9 مارس، 9 مارس كان أحوار من الدستور نفسه. خطاب لأنه يعني كان في واحد نوع من التجاوب الإيجابي، تطورات على أية حال سنناقشها، وفي وصلنا في الدستور واش تفعل، واش الحكومة السابقة، ورئيس الحكومة السابقة، هذه أشياء نطروحها للفاعل السياسي الإثقيلية، لأنه حنا درنا واحد الدستور كبير أقل تمسدا. ولكن ملي جينا وأنا أذكر أننا في الحملة الانتخابية الدستور آنذاك كنا كنقولوا ماشي حنا مقتنعين بالإجماع بأن المغاربة سيجمعون لأول مرة عن وعي، ماشي باعتبار توافقات سياسية، لا عن وعي، لأن النص الدستوري والمبنى الدستوري الجديد أدخل المغرب أو شرع في إدخال المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية. لدينا دراسات مقارنة لكثير من التصاريح، حنا دستورنا كما هو مكتوب أفضل من الكثير من التصاريح ديال الدول، عندها باع طويل في العملية الديمقراطية، عندها باع، ولكن كيفاش تفعل؟ كيفاش أدخلت بعض فصوله إلى الرفوف وتكتب مبينات واهية ديال الانتقاء، لأنه شوف المؤسسات في المغرب يحميها الدستور. حتى واحد ما يعتقد بأنه هو اللي كيحمي بما فيه المؤسسة الملكية. يحميها الدستور ويحسنها الدستور، كاين الشرعية التاريخية وكاين الشرعية الدينية وكاين، ولكن يحسنها ويحميها الدستور. ولهذا لم نستوعب لماذا تم تعطيل تفعيل ديال الدستور على الرغم من ان الملك سبق ان قال في خطابين ان دعا بعد ان كان يتردد في بعض الاوساط ديال المسؤولين، للاسف الشديد بانهم مجرد يعني ملفيين ومجرد كذا، قال بالتمويل الديمقراطي بالقراءه الديمقراطيه وبتنزيل الديمقراطيه الدستور. للاسف هذا الشيء ما تفعلش. فاذا الفاعل السياسي اذا احنا تعاملنا معه بهذا كيولي الفاعل الحزبي نقطة فقط داخلها. طبعا لا حاجة إلى أن نكرر أن العملية السياسية في المغرب والعملية الديمقراطية الفاعل الحزبي بالخصوص تعرض لعملية تجريف واسعة. وقلت لك أستاذ كاين عوامل تاريخية، لأن السلطة المركزية لا تقبل المنافسين. معروفة لا عندنا ولا فيها، لا تقبل المنافسين، لأن القناعة الديمقراطية لا تكون حاصلة عند الجميع. لأن أن يكون هناك شركاء ومن له رأيه بين أوساط داخل الدولة حتى الآن لا تقبل بهذا الأمر. كاين بزاف يعني كاين عوامل، وبالتالي لأنه النزاع الذي تفجر في المغرب ما بعد الاستقلال كان حول المشروعية وحول الشرعية، الشيء اللي دخلنا في واحد المسلسل ديال الاصطدام اللي كان عامل بالإخدام هو ما أصبح المستقر عليه في المغرب بسنوات الرصاص. واللي كان فيها التنازع ديال المشروعية بين القوى الوطنية، لأن الحركة الوطنية الوحيدة في العالم التي لم تحكم بعد الاستقلال الميلادي هي الحركة الوطنية في كل بلاد الدنيا. الناس اللي جابوا الاستقلال هما اللي تسلموا مقاليد الحكم بعد الاستقلال، إلا المغرب. وقع انقلاب أبيض معروف على التوابيت اللي كانت آنذاك وقطع الاختيارات اللي كانت آنذاك، وأدينا ثمن هذا الأمر إلى أن أدخلنا المغرب من بعد 75 في واحد في المسلسل الديمقراطي، لأنه طرحت القضية الوطنية والقضية ديال الصحراء الوطنية والسكمة المحدة الترابية، والشيء اللي ولا يفرض أن حتى لما درنا اختيار ديمقراطي جميعنا يعرف أن أرى وجوها الكريمة هنا، يعني عاشت لحظات مبكرة اتخاذ 76 تعرفون أنه يعني الديمقراطية قال لك غنديروا الديمقراطية وغنديروا المسلسل الديمقراطي، ولكن كلها يجريك والو، يعني الدولة لم تتخلى عن فساد العمليات الانتخابية، عن إفساد
العملية الانتخابية، لم تتخلى عن سلب إرادة المواطنين وتحريفها، لم تتخلى عن إغراق الحياة السياسية لكائنات لا عهد لها. حنا كنتذكروا بداية في السبعينات كاين أحزاب ولدت عشية الانتخابات وأصبحت تحكم، فيما أحزاب جاية عندها 40 و50 سنة يعني كانت أي كارطة تزاح بالتزوير وبإفساد العملية الانتخابية. فإذا عاش الفاعل السياسي أو الفاعل الحزبي هو الوحيد، لاحظوا معي، الوحيد الذي يتعرض لهذه العملية ديال التقديح وديال يعني تقبيحه في وجه المواطنين وكذا هو الفاعل الحزبي، فيما المؤسسات الأخرى كانت أشد شراسة في إفساد العمل السياسي في المغرب، يعني ما زالت تحظى بواحد الهالة وواحد الوهم. فإذا خلاصة القضية ديال الفاعل السياسي أنا رأيي هو أنه كل فاعل في العملية ديال التنمية هو فاعل سياسي بالضرورة، هو فاعل سياسي لأنه أن تفكر وأن تكون لك حاجة معينة أو انتظار معين وأن تطرح على نفسك إمكانية أن تنتظم داخل تنسيقية بحال إذا المتعاقدين اليوم ماشي متعاقدين في وحدهم، واحد الظاهرة اللي كيعيشها المجال الاجتماعي في المغرب، حنا اليوم أمام أكثر من 130 تنسيقية شيء طبيعي أصبح في النقابات، لما كل مجموعة كتجمع خمسة الناس كيتجمعوا في ثانوية كيقولوا غنديروا غير في التعليم. حنا نتذكر أنه كانت نقابة الاتحاد العام وكانت كانت الجامعة الوطنية والجامعة الجامعة الحرة كانت كذا النقابة الوطنية للتعليم ماشي هو اللي شري الاتحاد المغربي للشرطة، هذو اللي كانوا اليوم. أنا تفاجأت ملي كتقرا المديرين والمفتشين والمصالح التربوية ولكل فئة داخل هذه الفئة دارت لنفسها واحد الإطار معين معزول عن والحالة أنه تاريخيا الفكر السياسي يكون الوحيد المؤسسة الوحيدة اللي عندها الإمكانية ديال الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لفئة معينة هي هما النقابات. اليوم حنا فالفرص أمامنا يعني أنا كنقول ماشي الفاعل الحزبي في المغرب مطلوب، راه شي مرات كيجبد الله أنه تقعد الأذن كيقول لك الأحزاب هي اللي دارت في المغرب والسياسيين هما اللي داروا في المغرب، مطلوبين بزاف لأنه الناس لا تنتبه ما وقع. ولكن في نهاية الأمر بحال اللي قال الأستاذ اليوم أعطونا حنا في النقاش أعطونا نموذج واحد في العالم تقدم أن تكون في ضريعة الأحزاب السياسية، هو نموذج واحد ليس هناك كاينش حتى النماذج اللي كانوا كيتغناو بها في واحد الوقت اليوم عادت إلى أن الفاعل الحزبي والفاعل السياسي واحد المضمون الأساسي. فإذا بأقل من دقيقة أنا أعتبر بأنه مازال نطرح عن الفاعل الحزبي والفاعل السياسي لأن مهام كبيرة جدا. صحيح أننا الآن ننتقل من المغرب اليوم ماشي هو المغرب الأمس، المغرب محمد السادس ماشي هو المغرب الحسن الثاني، هذا أكيد كاين استمرارية في قضايا تتعلق بالدولة وبالمؤسسات، ولكن كاين هناك رياح جديدة هبت على المغرب ديال التحديث ديال الديمقراطة ديال التنمية وكذلك النقل، القدرة على النقل الذاتي أن يأتي ملك أمام أمته يقول أن التنموي الذي اعتمد عليه سنة وصل إلى مداه، ومن يقول وصل إلى صيغة المصطفى للقول بأنه قد فشل ويجب أن يتأمل ويحقق نوع من العدالة المدنية والعدالة التربوية بين أبناء المغرب ويجعل النمو ويجعل ثمار النمو تصل الى كل المغاربه. تدعم الله شكرا.